غير هالحديقة. وين موجودين؟ عندنا في كيفان، عندنا في الشامية حديقتين، عندنا في الدسمة، عندنا في الشعب، في الخالدية، وفي الصباحية في حديقة بعد. يعني هذه الحدائق لها دور إيجابي طبعا في تنمية مواهب الأطفال، في صقل مواهبهم، لها دور إيجابي بالنسبة للأمهات أيضا، يعني مو بس للطفل. المكان هذا يعني في مكان مخصص لعمل الندوات والمحاضرات والملتقيات في هذه الحديقة، نستغلها إحنا على أساس أنها تكون للأسرة مو بس للطفل بروحه. في حدائق للحين ما استلمناها، موجودة الحين إحنا على قيد القائمة. الإنشاء يعني بعد هي؟ لا، ما أنشئت للأسف الشديد لحد الآن. بعد وين ما راح تكون؟ تم طبعاً، ما أخذنا ترخيص البناء للحين. التصميم موجود. وين الخطة المستقبلية؟ يعني مواقعهم بتكون؟ مواقعهم في القصور، العدان، المناطق هذه، في أيضاً في النزهة، في شويخ. يعني في عدد من الحدائق موزعة على مناطق الكويت ما استلمناها بعد لحد الآن. نعم. فإن شاء الله يعني لما تنبني وتوافق البلدية على بداية البناء إن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله. قبال، بالنسبة حق الحدائق اللي شفناها وأدتيها أنت، طبعا هي تحت إدارتكم. نعم. توفرون أنتوا اللي تسوون الندوات لهم وتسوون لهم مسابقات. نعم. قبل فترة كانت عندكم مسابقة حفظ القرآن أظنتي؟ في مسابقة حفظ القرآن، مسابقة الشعر، مسابقة البحوث، دراسات. يعني انتوا قاعد تقدمون شيء ايجابي حلو يفرح. ايش كثر هل تلقون المردود او صدى على حق اللي تسوونه مع المجتمع الكويتي؟ قاعد تلقون اقبال؟ خلينا نكون صريحين يعني بالموضوع. يعني انا اقول ولو انها نسبه يعني مو كبيره يعني، لكن في تجاوب. هل انتم عندكم احصائيه يعني دائما على اساس انتم هالتعب اللي تتعبونه قاعد تسوون دورات تثقيفيه، دورات توعويه، تقدمون انشطه معينه؟ نعم. على الأقل في إدارتكم هل هناك ناس متخصصين أو أكاديميين يقيسون مدى التفاعل أو التواصل معاكم كأنشطة، يبين ارتفاع هالنسبة أو قلة هالنسبة حتى الواحد يبتدي يعالج يزيد أو يقلل؟ مثل ما قلتي وذكرتي، هم في السابق هذه الحدائق كانت فيها مشرفات لكن غير متخصصات، يحصلون على شهادة المتوسطة أو الثانوية وكانوا يشرفون على الأطفال. إيه، وهذا اللي نسمعه. إيه، هذا بالسابق. هذا نسمعه. إيه، هذا مثلا بالسابق. تتعين في ما عنده شهادة رابع متوسط ولا ثانوية تروح وزارة الشؤون تتم تعيينها مشرفة. يعني مشرفة. وكانت شكاوى بعد نسمعها، انتشرت كثير من الشكاوى يعني. إيه، أكيد. أهمال وما أهمال أو مالهم شغل فقط. ما يخلى طبعا الأمر، لكن حاليا إحنا طبعا يونا خريجات من المعهد التطبيقي تخصص تربية الطفل. هذه المجموعة اللي جتني يعني عدد يعني زين لا بأس فيه، وزعته على بعض الحدائق واستفدنا منهم، لأن البنات عندهم الاستعداد للعمل، بنات صغار وعندهم نشاط ويحبون يعني مثل ما تقولين يتحركون مع الأطفال وهالشكل. فيعني احنا عندنا سلايدات ما دام انت قاعدة تتكلمين عن الأنشطة وعن المشرفات. نعم، يعني لهم دور إيجابي مع الأطفال. زين، خلنا نأخذ الاتصال. نوال الأيوبي مع الأخت إقبال ولا؟ الله يحفظك. يلا أوكي، نقول ألو. ألو. ألو، هلا أختي نوال، يا هلا ومرحبا فيك. هلا والله، هلا قلبي، شلونك؟ أهلا فيك حبيبتي، يا هلا نوال. أنت هلو. والدة أحد الأطفال اللي في الحديقة، ها؟ اي والله، انا عيالي كلهم يروحون الحديقه. اول شيء خلينا نعرف اي حديقه في القادسيه. حديقه القادسيه. اي، النموذجيه. ها، المشرفه امنه سنعوس. اي انزين، قولي لي نوال، بنسمعك الحين، انت تاخذين عيالك يروحون ليش الحديقه؟ والله صراحه وايد استفدنا من الحديقه، يعني ما شاء الله عليهم حاطين بالهم على عيالنا، كل يوم نوديهم عشان الكبار يقدرون يدرسون. يعني انت تروحون تحطونهم علشان تفرغون حق دراسه عيالكم؟ اي والله. انزين. اي والله، وهم ما يقصون ما شاء الله عليهم، يعني على طول قاعد يسوون رحلات، يعني اسبوعيه رحلات حق برا، فهم احنا مستفيدين منه، انه قاعد نروح وياهم، قاعدين نشوف. والله وايد عندهم برامج حلوه ودائما يسوون لنا حفلات. والله احنا مستفيدين ما شاء الله، يعني كافي انه ببلاش، ما قاعد ندفع ولا فلس. الله يحفظ ديرتنا يا رب ويزيد خيرها ان شاء الله يا رب. وهذه نعم من النعم احنا اللي ذكرتيها يا نوال. اي والله، سعيده بهالجمله هذه اللي قلتيها، وايد اثرت فينا ان احنا. اي كافي انه يعني ببلاش، يعني ولا فلس، وحاطين ناس يحطون بالهم على عيالنا وسكرتي والعاب وكلها مجانا،
الصراحة عمره بديرة ما صارت مثل هالديرة. الحمد لله وشكر لله. أي والله الحمد لله، الله يعمر الكويتنا ويخلي شيخ صباح يا رب وشيخ نواف ويخليهم لنا يا رب العالمين. إن شاء الله آمين يا رب العالمين. الله يسمع من عندك. نوال قولي لعيالك كم معمارهم؟ والله أنا أول الكبار كانوا يروحون صحي من الصغر ما قاموا. لا يعني الكبار متوسطة إيه؟ أي بالمتوسطة كانوا يعني يوم الابتدائي كانوا يروحون، بس الحين أنا عندي واحدة بثالث ابتدائي وعندي واحدة ثانية روضة وعندي واحدة صغيرة عمرها 3 سنوات ونص. الله يخليهم لك يا رب إن شاء الله. بعد قلبي والله. فتحسين نوال إن هذا الحديقة زين عندك أنتي صديقات اللي حواليك أو من أهلكم تقولوا لهم تعالوا نحضر الحديقة أو شيء؟ إي والله أنا أصلاً تعرفت على رفيجات من ناحية الحديقة، يعني عن طرف الحديقة تعرفت على ناس. والله شجعتيني كنا بهيكم بعد أنا بعد. لا والله نفسيتهم حلوة وطول ما أمشي والله يسلمون علي كني أعرفهم من زمان مع أن الحديقة توها يعني. والله حلو يعني تحسين كأنها أسرة ثانية ها؟ اي والله. لا والله زين شنو المآخذ الما ودك ان الشيء يصير مو موجود؟ شنو ودك انه يتوفر؟ والله انا ما ابي بس لعب، ابي شغلات برامج ثقافيه زياده، يعني مثلا تعليم كمبيوتر، مثلا يصير في مثلا تقويه، يعني كان زين. ايش تقصدين في التقويه نوال؟ يعني يبون مدرسات. بعد؟ اي والله كان زين. ما تبين يدرسون عيالك؟ يعني انت قبل شوي نوال يوم بديتي وقلتي انا قاعده اساس عند عيالي امتحانات الكبار فانا اودي الصغار، فالصراحه انا تفاجئت قلت والله كثر الله خيرهم انهم يحتوون العيال الصغار حتى انت تفرغين، الحين تتابين حتى شنو تقولين حتى الكبار؟ والله كان زين. ايش بتسوي العيال تبي تقعدين في البيت بروحك؟ بعد لا يستاهل ابو العيال. مشكوره يا نوال تسلمي لي حبيبتي. شكرا حبيبتي حياك الله. الله طبعا هذا شيء طبيعي يعني كل واحد يعني اللي حضر قبال الحديقه يحس انه في بعض يعني القصور من وجهه نظره ان تبي توفر له. هل توصل لكم بعض المقترحات من المنطقه من اهل المنطقه ولا لا؟ يبدون في مقترحات تجينا طبعا من الأسر أو من الأمهات على أساس أنه مثلا في بعضهم برمضان بعد يعني سوينا لهم الشيء اللي يبونه، كانوا يبون معرض فنسوي معرض مثل المعارض اللي يسوونها الكويتيات هذول الاكسسوارات والملابس والشنط يعني سوت لهم اللي يسوونها بايدهم يعني اليدويه. إيه احنا بالذات اللي نبي اللي مصنعينه يعني مسوين عندكم بإيدهم. الحين موجود احنا ايه موجود المعرض الدائم موجود عندنا قاعه ما ادري مصورتها إيه؟ نريمان موجوده صوره المعرض خلينا نشوف خلينا نطالع ان شاء الله. هذه مكتبه هذه مكتبة عندكم داخل في النموذجية. الحين احنا كلنا نشوف النموذجية اللي في القادسية صح؟ ايه تفضل تكلم اي قبال. هذا النشاط الفني للأطفال معهم المشرفة شوفيها واقفة فتباريهم وتحط لهم وتعطيهم الألوان والأقراض اللي يحتاجونها. اي نعم. هذا نشاط الكمبيوتر. انتم موفرين هالكمبيوترات عندكم في القاعة هناك في الحديقة؟ اي موجودين طبعا. في قاعة بس كنا اثنين ما يتخانقون ولا كافي؟ يتخانقون بس واحد شوفي واقف ينطر ينطر شفته انا ينطر دوره. اي هذا عندكم في الحديقه بعد هالقاعه او الصاله؟ هذه صاله. هذا شو مسوين حفله؟ في احتفال هاي مجموعه من الاطفال قاعدين يأدون رقصات ايقاعيه. من يدربهم انتم في المشرفات عندكم؟ المشرفات اي المشرفات. نشوف وراها هذول كلهم عيال المنطقة القادسية ولا يجون من برا؟ احنا اهالي المنطقة يجونا وفي اهالي ناس ثانيين. يعني مثل الحفلة هذه انتم مسمونها مبدعو حدائق الاطفال؟ اي نعم. اوكي. هذه في هدايا قدمت حقهم اللي ابدعوا. هذا اللي قلنا عنها قبل شوي. هذا تحفيظ القرآن، نشاط تحفيظ القرآن، وكيل الوزارة محمد الكندري قاعد مع الاطفال. نعم. ايه هذا النشاط اللي قلنا عنه الفني والوكيل واقف وياهم. هذول العيال كل عيال المنطقه الموجودين دربينهم المشرفات ومعلمينهم وتحتفلون فيهم وتكرمونهم. ايه يدربونهم يحطون بالهم عليهم في اي مناسبه من مناسبات في الكويت تصير. هذول المشرفات؟ ايه هذول هني الوكيل احنا مقدمين حق هذه البنت فايزه بجائزه عشان كذي نكرمينها. اي نعم.
اللي وراها بعد الدكتور حسين طاهر قاعد يعطي محاضرة للمشرفات عندنا. الأستاذة نجلاء النقي مع الأستاذة سلوى هني، هذه إحدى الدورات حاضرينها المشرفات. إحنا الحين استوفينا حق الحدائق وعرفتوا يا أهل الديرة في حدائق عندكم، زين شلون على باقي الحدائق الثانيه؟ هل فيها المستوى ولا بس مشرفه؟ لا اقل مستوى شويه، لان يعني ما سووها الا هذه على اساس يشوفونها، ان شافوها مناسبه وزينه يبلشون في الباقي. اعتقد انا مناسبه من خلال الصور اللي شفتها، اعتقد انها مناسبه. طبعا اللي يحب يسالني عبر تويتر من الصديقات والمغردات حياهم الله. خلصنا الحين هذا الجزء تثقيفي توعوي حق عيال المناطق اللي عندهم الحدائق تشرفن عليها. نبي نرد حق المرأة. أنا في مقدمة الحلقة قلت إقبال إن عندنا نساء ما شاء الله تبارك الرحمن حصلوا على شهادات عالية وتبوأوا على مراكز ثانية، وإحنا في المكتب سألتش قلت لك شنو على النساء اللي ربات بيوت اللي شهاداتهم عالية؟ جاوبينا وخلي يسمعونك أهل الديرة. طبعا احنا المرأة. يعني يهمنا المراه يعني بكل فئاتها بكل طبعا مستوياتها، اذا كانت ربه بيت او اذا كانت متعلمه وعندها شهاده، كل هذه الامور نستقطبها. اللي عندها شهاده نستفيد منها، نستدعيها تسوي لنا محاضره، تسوي لنا ندوه، يستفيدون منها السيدات اللي موجودين في المنطقه. دائما احنا نحط اعلان خارجي للحديقه على اساس انه في اليوم الفلاني في محاضره او في ندوه، هذا الشيء مثل ما تقولين يستقطب الناس اللي موجوده في المنطقه، خاصه السيدات، واحنا طبعا اللي همنا الحريم بالدرجه الاولى. فيعني العديد منهم متجاوبين معانا، مثل ما كلمتك الاخت بالتليفون، هذه احدى السيدات اللي في المنطقه. والحين عندي بعد اتصال من اخت من الخوات، نقول الو. الو السلام عليكم. نقول الو. هلا هلا اختي ندى. هلا اختي. احب امسي عليكم. اهلا وسهلا فيك. اشكركم على هالبرنامج. الله يسلمك حبيبتي. وبالاخص مديره اداره المراه والطفوله السيده قطال الرميضين. يوصل السلام، قاعده تسمعك. اي. اهلا وسهلا فيك يا هلا. بصراحه انا كنت من اعضاء الحدائق. إينا. والحين عيالي من أعضاء الحدائق. أي ما شاء الله. وصراحة شفت وايد تغييرات من ناحية المباني النموذجية، الأنشطة تغيرت وتنوعت، الدورات حق أطفال مفيدة، الندوات اللي للجميع، بصراحة المجالات مختصة بالمرأة، مختصة بالطفل. ندى أنت تودين عيال شيء حديقة؟ القادسية النموذجية. القادسية النموذجية. فحسيتوا تطوير يعني في الإدارة؟ وايد وايد. إيه. ما شاء الله. مش كل إدارة. استانست استاذ اقبال لان هذه المبنى وايد بصراحة، يعني عشان العوامل الجوية عيالنا يعني وايد بأمان، الإدارة وايد زينة، المشرفات، الأنشطة زي. كثيرة. شنو اللي تبونه تطلبونه من الإدارة؟ ساعات الدوام. شلون ساعات الدوام؟ يعني نبي أبشر. حددي يعني ايش كثر يعني الحين أظن دوامهم من الأربع. اي يعني من الأربع للثمان. من الأربع للثمان، لأن أبي أبشر، يعني الحين عندنا الشتاء، يعني على الثلاث. إلى؟ خصوصا أيام العطل. لا السبعة ها؟ أيام العطل، أنا أقصد أيام العطل، إيه؟ يعني الحين جايتنا عطلة، مثل عندك عطلة 15 نص السنة. يعني لو يكون الدوام من الساعة والله كاهي قدامك الأخت إقبال وبتجاوب عليك، تفضلي. أنا بس أوصل لها الشكر. إيه. والقسم حق الأطفال وجميع المشرفات. ما في مشكلة إن شاء الله. إيه أوكي. خليش ندع الخط تكلمك إقبال، تفضلي. بالنسبة لموعد الدوامات هذه طبعًا إحنا في تعميم وزاري يحدد المواعيد. شيء ثاني، إحنا ممكن نتقاضى عن نص ساعة، ما في مشكلة، يعني إذا تبون تبشرون الحديقة دامون مبكر نحاول يعني قدر المستطاع، بعد ما نتباحث الموضوع إحنا يعني مسؤولين في الإدارة، إن شاء الله ما في أي إشكال. يعني كل الأمور إحنا مثل ما يقولون نتبناها، إذا عندكم مقترحات بعد إحنا حاضرين إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذة والقسم حدائق الأطفال والمشرفات. مشكورة يا ندى، تسلميلي حبيبتي، مشكورة حياتي. جزاك الله خير. أختي إقبال، في الحين محور وايد مهم تجاوبيني عليه إن شاء الله وتكلمنا فيه. الله يقدرني. إن شاء الله خير. ما شاء الله إحنا هني عندنا نسانة
عندهم حب التطوع وحب العمل، عندهم ماخذين شهادات كبيرة، منهم متبوئين مناصب عالية. أنتوا وزارة شؤون تنفذون سياسة حكومة، صح؟